ان شاء الله الساعه 12 الظهر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن الخطيب رايح الزمالك يزور المجلس، وما حصلتش في عهدكم. رايك ايه في دي وما حصلتش ليه وقتكم؟ بص يا كابتن مدحت، انا يعني معاك دايما ببقى هادي جدا، مجدي ما شاء الله نبقى موجب وسالم. على اساس ان احنا ناخد وندي، ما بقاش احنا اتنين عاليين ولا احنا اتنين. لا خد راحتك، هتعلى النهارده. فانا لازم اعلى النهارده بصراحه، لان الموضوع موضوع صعب جدا. يعني انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، ان طبعا مجلس اداره نادي الزمالك حاجه كويسه جدا ان هو يدعي النادي الاهلي، ودي حاجه جميله جدا، لان الناس عايزه تعمل ود بين الناديين عشان الجمهور الجماهير تهدى وكل حاجه تهدى. طب عليك احنا بقى، واحنا في مركز، واحنا بقى المجلس بتاعنا بقياده المستشار مرتضى منصور، واحنا في مركز قوه. خدنا 2 دوري وكاس. دعينا، مدينا ايدنا للنادي الاهلي ان احنا يشرفونا ينورونا عشان نزيل بقى الخلافات. ملهاش دعوه القضايا خالص، بس الخلافات تزيل عشان الجمهور بدا يتشعنن جدا وبدا يبقى مشدود قوي قوي، فعايزين نقرب المسافات مع بعض. فتعالوا لنا وهنرحب بيكم في النادي الزمالك. او بص بقى، او احنا نجي لكم، عشان احنا طبعا لو انتم بتعتبروا احنا غلطانين، احنا نجي لكم لغايه عندكم، افتحوا لنا الباب ونجي لكم نقعد معاكم، ويبقى احنا ابتدينا بالمبادره ليكم. نعم ماشي ماشي. فتحت علينا قضايا اكتر من اللي عندنا، حجز علينا عشان تحرموا تاخدوا دوري وكاس، اتحرمنا من كل حاجة وكنا بنحفر في الصخر. فدلوقتي النادي الأهلي جاي نادي الزمالك، طب ما جاش ليه واحنا مدين له ايديه ليه؟ طب ممكن اقول تعليق صغير؟ تحت امرك. هل تقدر تبني بيت بدون اساس؟ لا طبعا. ده سؤال عام. طبعا. لا طبعا. لا طبعا. لابد يكون في اساس. لا طبعا. واذا ما اتوجدش الاساس هل البيت ممكن يطلع؟ لا طبعا. خلاص. علق. بص يا كابتن مدحت. هو طبعا ما كان يعني يستطيع النادي الاهلي انه يروح يزور نادي الزمالك، او نادي الزمالك يروح النادي الاهلي في ظل الاجواء المتوتره اللي كانت موجوده قبل كده، وده صعب جدا. يعني ممكن جمال واخدها بصوره اخرى، بشفافيه أو معينه، او بشكل تاني. انما حقيقه الامر وواقع الامر ان كان في خلاف عميق جدا، وكان في ده الاساس اللي انا بتكلم. طبعا هو ده الاساس اكيد. وانت معلش انا ما بقاطعش حد مجدي، بس انت كان في خلاف كبير جدا بينك وبين المستشار مرتضى منصور ولا لا؟ كان في خلاف صح؟ عمري لا، بالعكس. لا كان في خلاف. لا والله ما كان في، والله كان في خلاف. لا خلاف ظاهري، لكن لا كان العلاقه اتصلحت ولا ما اتصلحتوش؟ كانت علاقه عميقه. اتصلحت ولا ما اتصلحتوش؟ اتصلحت. لا حصل خلاف بينك وبين المستشار ولا ما حصلش؟ ايوه حصل. بص اتصلحت ولا ما اتصلحتوش؟ يا جيمي، لا جيمي، دلوقتي انا بقدم لك شخص غير كيان. يعني جيمي ده كيان، انا بقدم لك، انا بقدم لك كل الامور. جمال طب سيبني اكمل، بس الامور المتاحه ان احنا نتصالح. بقدم لك كل، تجي لي اجي لك، انت مش عايز تيجي انا اللي اجي لك. لا تعندك، ما هو يا حبيبي بقدم لك علشان اصالحك يا جمال، عشان اصالحك يا جمال. ما كان يحدث. انا اقول لك ايه دلوقتي يا جمال، انا اجي لك. فكل التحيه وبعدين، وانا واما اما انت كل التحيه لمجلس اداره نادي الزمالك دلوقتي، كل التحيه لمجلس اداره نادي الزمالك دلوقتي ان هو قدر يجيبهم. انما احنا لا، ده هو ده اللي انت لازم، ده اللي انت لازم تعرفه، ان عملنا جريمه. هو اللي بادر بانه يروح نادي الزمالك. لا يا حبيبي، لا 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 يا سيدي، اول ما المجلس نادي ايوه رايح يبارك للمجلس، قال ان احنا هندعي النادي الزمالك. لا 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 يا عم، اقرا للاهلي. النادي الاهلي رايح يبارك. انا النهارده يعني يا جيمي، يا جيمي ايوه، النادي الاهلي رايح يبارك لمجلس اداره نادي الزمالك المجلس الجديد يا ابني. دي مباركه من النادي الاهلي لنادي الزمالك. وانت زي ما انت بتقول ان دائما وابدا نادي الزمالك هو اللي بيروح النادي الاهلي، انما كون النادي الاهلي يروح فده معناه ان في اساس بيتبني لبناء علاقه جديده بين نادي الزمالك وبين النادي الاهلي، وده شيء انت تسعد له وكلنا نفرح له. هو الراجل هو انا قلت ايه؟ ما انا عارف. احنا وكلنا نفرح له، احنا اللي بدانا بالصلح وما رضيوش، احنا كلنا نفرح له. ما بص يا جمال، مش معنى انك انت يعني ان في اصل انت بره الموضوع. الله، انت ما بتتكلمش كشخص. انت بره الموضوع يا جمال، ما بتتكلمش كشخص، احنا بنتكلم ككيان. خلونا كده دقيقه واحده بس يا كابتن مدحت، احنا مدينا ايدينا. طيب انا احنا مدينا ايدينا. انا لسه ما كملتش. اتفضل يا مجد. عايز اقول ايه؟ اتفضل. عايز اقول اني ما كان ينبغي وكان ولا كان يصلح للنادي الاهلي ان هو يذهب الى نادي الزمالك في ظل التوتر اللي كان موجود قبل كده. النهارده الجو الاجواء مناسبه،
كون ان الكابتن الخطيب نفسه سينتقل الى نادي الزمالك بمجلس ادارته ده حدث تاريخي لابد ان يوثق، ينعكس على الجماهير وهينعكس على الرياضه المصريه كلها. هو ده، هو في ده توتر، هو ده. وهينعكس على الرياضه المصريه كلها. صح. ماشي. وهيبقى علامه ايجابيه للمرحله القادمه، فارقه في المرحله القادمه. حلو جدا. في توتر، في توتر كبير جدا، في توتر كبير جدا، وعايز اصالحك، عايز اصالحك. ما خلاص هو بكره ده هيتم. يعني انا كنت عايز اصالحك. لا هو بيتكلم على انا كنت ما عايز اصالحك. ما سبق ما اللي فات فات. طيب انت يعني رفعت عليا اكتر، رفعت عليا قضايا اكتر وحجزت عليا اكتر. ما حدش رفع عليك. انا جاي، انا جاي اصالحك. لا لا ما رفعش عليك انت، ما انت انا جاي اصالحك اصلا. كابتن جمال يعني الموضوع كان شخصي بين اشخاص. يعني انت كابتن حاجه اصالحك. احنا بنتكلم على كيانات يا جمال دلوقتي. انا هقول لك كيانات. انا هقول لك كيان. انا جاي اصالحك. هقول لك حاجه كابتن جمال، وعشان نقفل الموضوع ده، وانت عارف ان انا محايد جدا. اه طبعا جدا. بأمانة ربنا، بأمانة ربنا، ما كان يصلح اطلاقا حتى لو انت عرضت الصلح ان يتم الصلح. والله يا كابتن مدحت. جدا 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 في ظل التوترات العميقه الرهيبه. والله الرهيبه القاسيه جدا. أيوه. أيوه. المؤلمه. أيوه. المزعجه اللي طالت كل شيء. كان صعب. والله كانت هتزول. بنطلع الصفحه دي بقى. والله والله كانت هتزول كل الحاجات دي في قعده صلح. ممكن، الله اعلم. طيب.